واحد الكرون دي ديكاس ليك خويا ولد البلاندي من عند الروشيرش 34. هذا هو لوطيل ديال اللي كيتجمعوا فيه الزوامل، خاصه بالزواميل. انت المهم كتشوف اخويا اش دير. حنا كنشوفوا هذا لوطيل هذا ديال الليسبيانين كيكونوا الخرفان. هنا فين كاين داك الزمن مقلش الودنين، مشى كيدير المساج، مشى ياكلوا ليه الحلوه تا هو وصافي. خويا ولد البلاندي راه كنت غادي نشدك اخويا ولد البلاندي، كنت غادي نشدك الكيدار ديال مقلش الودنين. جاوا المارينا في اكادير كراو واحد اليخت، وداك اليخت اللي كراو ماشي بفلوسهم، فلوس داك الزلال اللي جا معاهم من اوروبا هو اللي فورنا عليهم الفيكتيم. هنا فين هي الاقامه ديال فيكي شنابر، فيكي يمارسوا الدعاره المثليين، وبالليل راه كيبانوا لك يخرجوا تما نيت كيضربوا الشيشه. وفلوس جنين يا حبيبي، انت عندك جرمومه. وتحيه لك ودا اخويا، تحياتي لك ودا الرجل من اكادير. اما هاد لوطيل راه معروف اخويا ولد البلاندي، معروف غاب الخرفان، راه قالوها الناس الغيوان، الخرفان مذبوحه والبنات ومغرومه. وهاد الكيادير راه فيهم كورونا من الدرجه الاولى، هي المثليين. وانت كتشوف اخويا هو لوطيل اللي فيه داك الكيدار مقلش الودنين، واحد لوطيل خاص بالقضاه واللي متعلقين بالدوله. تحياتي للجاليه المغربيه. وهذا هو لوطيل فاش خدام انا جارديني اون فاس ديالو، كاينين مخبأ الزواميل، وهذا انذار لاي عنصر كيدار. وتحياتي للرجوله. خويا الولد البلاندي، تحيه لك خويا العزيز من الروشيرش 34.